من جديد مع أولى فقراتنا وهذا الإنجاز الذي حققته قطر، إنجاز علمي جديد بفوز عضوي النادي العلمي المخترعين راشد الإبراهيم وعدنان الرمزاني النعيمي بميداليتين ذهبيتين في معرض جنيف الدولي 43 للاختراعات عن اختراعهما الركبي الآلي وجهاز أجري أجرين. ويعتبر مشاهدين هذا المعرض من المعارض الضخمة وأحد المعارض العريقة المهمة للمخترعين في العالم، حيث عرض فيه أكثر من 1000 اختراع من 45 دولة، وشارك فيه في تحكيمه أكثر من 42 حكما دوليا. بلغ عدد زوارها أكثر من 60,000 شخص خلال 5 أيام. خلونا نتعرف أكثر عن هذه الاختراعات ونبارك للفائزين ويانا أخونا عدنان رمزان النعيمي. حياك الله ويانا. الله يحييك ويبارك فيك. يا هلا ومرحبا فيك. وأيضا أخوي راشد الإبراهيم، يا هلا ومرحبا فيك. الله يحييكم ويحيي المشاهدين. مرحبا وسهلا فيكم. دكتور عدنان، يمكن لو بدأنا معاك بداية مثل ما ذكرت زميلتي أسمن، أنتم فزتوا بميداليتين ذهبيتين صراحة من تعتبر من أغلى الميداليات اللي فزنا فيهم في النادي العلمي، ولكن لو نتكلم عن شعورك الآن بعد فوزك بهذه الميدالية، إيش ممكن تقول عنها؟ طبعاً أنا شاركت في معارض كثيرة، يعني الجهاز هذا فايز بأكثر من 120 جائزة ما شاء الله، الحمد لله ما شاء الله. بس شعوري المرة هذه يختلف عن عن شعوري قبل لأسباب وايد. أول شيء أن هذا المعرض شكل ما تفضلت وقبل قلت عنه أنه أكبر معرض في العالم، طبعا اللي هو في اوروبا هذا موجود، زائد انه الحمد لله ان انا قدرت ادخل النادي العلمي او قبول النادي العلمي في اكبر فدراليه للعالم للاختراعات، هذا عضو كامل يعني من خلال هذا الاختراع؟ لا، من خلال الحضور. انا صار لي سنه ونص احاول ان انا ادخل عضو معاهم. طيب، في اكبر فدراليه في العالم، فالعام عزموني ان انا حضر اجتماع الجمعيه او مجلس الاداره طبعا، وما ذكروا ان انا طالب لان كانت في البدايه مع الرئيس السابق اللي قبل الرئيس الجديد. نعم. الرئيس الجديد هذا انا كانت في مراسلات بيني وبينه لفتره طويله، تقريبا اكثر من 5 شهور 4 شهور تقريبا. فلما جينا للمره هذه عزموني ان انا حضر اجتماع مجلس الاداره، وطبعا عرفني انا بالمجلس، قال لهم عدنان الرمزاني من قطر وهذا، وطالب انه ينضم الى المجلس هذا. فطبعا لما قال لي تفضل بديت اتكلم عن النادي العلمي. أيوة. خليت عدنان. نعم. بعد هذه. نعم. فلما وافقوا كلهم بالاجماع ما شاء الله وافقوا انه يقبلون النادي العلمي كعضو كامل. طيب، كلهم طيب. وانا عندي طلب ثاني اللي هو انا اكون بعد عضو في النادي العلمي، طبعا انا عارف انه ان انا اكون عضو في الفدراليه العالميه اللي هي للاختراعات. طيب، طبعا قانونهم ما يسمح لشخص، فقلت لهم انا عندي مؤسسه اللي هي اجري جرين. طيب، فهم قبلوني ان انا النادي العلمي يكون عضو كامل. حلو. وانا اكون كالبريشن يسمونه او كالبريتنج ممبر. نعم. اللي هو متعاون. ايوه. نعم. هذه نعتبرها من الإنجازات اللي تم إضافتها أيضا للنادي العلمي. الحمد لله. وأخوي راشد، بما أنك نائب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي القطري، ماذا تعني هذه الجائزة، الفوز في معرض جنيف الدولي 43 للنادي العلمي القطري؟ طبعا بالنسبة للجائزة هذه صراحة تعني لي الكثير، بالذات خلينا نقول المشاركة في هالنوع من المعارض اللي خلينا نقول تشرف عليها المنظمة الدولية لبراعة الاختراع اللي اسمها الوايبو واللي هي تابعة للأمم المتحدة. وطبعا هذا المعرض يعتبر من اكبر المعارض اللي موجوده على مستوى العالم، وهناك يكون في يعني مجموعه كبيره من المخترعين في هذا المعرض، وان شاء الله يعني نقول احنا هذا دليل ان فوز النادي العلمي او فوز ما نقول النادي العلمي، دوله قطر، لان احنا نمثل الدوله. صحيح. في هذا المعرض، فيعني الكثير ان شاء الله الشباب القطري له القدره انه يشارك، مو مجرد المشاركه، لا بالعكس انه يشارك ويفوز بجوائز في هالنخبه من خلينا نقول العلماء ولا المبتكرين على مستوى العالم. فهذا الصراحه يعني الحمد لله يعني انجاز كبير للشباب القطري. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يسلمك. دكتور عدنان، ما عود لك مره ثانيه، ولما تكلمنا عن نوعيه مشاركه الاختراعات اللي شاركت فيها، بس فقط بالركبي ولا في ايضا اختراعات ثانيه تقدمتوا فيها ايضا؟ لا، احنا يعني المشاركه هذه تقدمنا باربع اختراعات. اللي هي؟ اللي هي الخلايا الشمسيه. ايوه. طبعا والركبي. وعندنا امن الملاعب. امن الملاعب؟ امن الملاعب، طبعا عندنا جاسم الخنجي عامل
تصميم جديد لأمن الملاعب حق المشاغب شغف الملاعب وهذا يعني ما شاء الله يعني يمكن أكثر اللي جاوا حق المكان النادي العلمي كلهم جاوا حق الذي أنا متعجب ليش ما فاز هذا بالرغم ذلك إن أكثر الزوار كانوا مركزين على هذا أكثر من أجهزتنا اللي موجودة. الاختراع الرابع اللي هو الركبي عندنا الخلايا الشمسية الطاقة الشمسية والركبي وأمن الملاعب واختراعي أنا. هم أربعة واثنين اللي فازوا. اثنين اللي فازوا. طيب بس الحمد لله يعني 50% يعتبر إنجاز. طيب كلمنا عن اختراعك على الأقل حتى لقى نقل نظرات تشوفه بعد. طبعًا اختراعي اللي هو إنتاج الماء من الرطوبة. طيب. الجهاز هذا ينتج ماء من الرطوبة يعني هاي ممكن تقطع في أي مكان في الصحراء. ينتج ماء وهواء وكهرباء من نفسه. خاصة نحن نسبة الرطوبة عندنا عالية. الرطوبة عالية. طبعًا. هذا هو الجهاز. هذا الجهاز. أيوة. طبعًا بعد الفيلم هذا في فيلم ثاني يراويك يراويكم الجهاز هذا أنا سويت تصميم جديد للجهاز مع الخلايا الشمسية اللي تشتغل على الطاقة الشمسية. طيب. الجهاز هذا إحنا ممكن نستغل كل الصبخ اللي عندنا في قطر الأراضي الصبخة هذه نبني فيها الجهاز اللي هو الجهاز هذا ممكن نستغله ينتج لنا مي وهواء بارد وكهرباء. ونستخدم النظام الجديد اللي هو أنا مسويه اختراع جديد اللي هو استخدام البيوت البلاستيكية على الطاقة الشمسية ينتج ماي وكهرباء؟ ماي وكهرباء وهواء بارد في نفس الوقت؟ يعني حتى تبريد الملاعب الحدائق الرياضية يكفي البيت؟ يعني جالب هذا يكفي البيت واحد مثلاً؟ آخر دراسة سويتها طبعاً أنا صممت جهازين أو بنيت جهازين أول جهاز سويته 500 قلم في اليوم 2000 لتر في اليوم حلو. الجهاز الثاني 800 قلم في اليوم عقب ما سويت دراسة كذا دراسة سويتها توصلت أن أنا ممكن أسوي جهاز ينتج 10,000 لتر في اليوم اللي هي 2500 جلن وفي نفس الوقت يصدر كهرباء أيضا كهرباء قد ما تبغي الكهرباء يعني الشيء الجيد في الكهرباء أنا قعدت 18 يوم في الصين عشان أعرف كيف تصنع الخلايا الشمسية ومولدات الكهرباء اللي تشتغل على الطاقة الشمسية مولدات الكهرباء اللي تشتغل على الهواء طيب وش لقيت فلقيت أن يعني كل ما كبر حجم الجهاز إنتاج الجهاز يحتاج أقل سرعة للهواء فهني أنت الهواء اللي يطلع من الجهاز أصلاً يكفي على أي حجم تبغي ممكن تجي 20 كيلو وات ممكن 30 50 أنا ما جربت أكثر من 50 ما حسبت أكثر من 50 كيلو وات ف50 كيلو وات يعني ممكن لمزرعة كاملة لسكن العمال هذا البيت البلاستيكي اللي أنا مسويه ممكن إحنا نستخدم نظام زراعة المي من غير تربة وفي نفس الوقت اللي من فوق نستخدم الأسماك زراعة الأسماك يعني هذا عدد استخدامات له هذا مشروع متكامل اللي هو الزراعة المائية طبعًا الزراعة المائية هذه قديمة مش اختراعي أنا هذه سووها في 1940 دكتور عدنان الملاحظ أن توجهك أكثر للاختراعات اللي تختص بالبيئة أنا الدكتورة عندي ماخذ الدكتورة في البيئة والتنمية المستدامة فهاي لذلك الاختراعات تكون في نفس المجال انا مركز على شوفي يعني دائما احنا حتى لما احكم انا لان حكم دولي احكم الاختراعات فدائما لما احكم اكثر شيء اركز على البيئه لان اي شيء يخص الانسان والبيئه يعتبر نوبل يعتبر يعني شيء جديد ايضا اخوي راشد الابراهيم الاختراع اللي فزت فيه من خلال معرض جنيف اسمه الركبي الآلي نعم هو طبعا الركبي هو أول نقول عنه الروبوت اللي يستخدم حاليا في سباقات الهجن بدأ من الأطفال وطبعا لنا حين تقريبا أكثر من 10 سنين نستخدم هذا الركبي في سباقات الهجن وطبعا احنا نستخدم في كل سباقات الهجن سواء في دول مش تعاون او الدول يعتمد رسميا اي يعتمد رسميا بس شنو الجديد في اختراعك بحيث انه تم طبعا المشاركه فيه وايضا فوزه في هذا المعرض هو طبعا الجديد الحين عندنا احنا ان في عندنا في سباقات الهجن او المضمري عندهم اشكاليه ان العصا هاي تضرب مكان واحد فما يؤدي طبعا الى جرح المطيه وطبعا ممكن يعطلها عن سباقات ثانيه بس اللي سويناه ان شاء الله قعدنا احنا تقريبا اكثر من سنتين نبحث في هذا الامر ووصلنا ان نخلي العصا تضرب في كذا مكان بدون لا نزيد الوزن يعني ما ركبنا مثل ما اقول محرك جديد او شيء لا ركبنا سوينا تعديلات على العصا والحمد لله وصلنا هذا بعد التعديل هذا الصوره هذه لا هو هذا طبعا هاي كصوره موجوده على مجسم للمطيه ايوه جميل دكتور عدنان يمكن اشوف انا قدامنا ما شاء الله مجموعه من الجوائز ويمكن لفت نظري هذا برج ايفل هاي شو سالفه الموضوع هذا وش الجائزه هذه هذا برج ايفل طبعا في منظمه يسمونها المنظمه الفرنسيه الاوروبيه للاختراعات طيب طبعا لي علاقه معاهم حاولت اتعرف عليهم لسبب ان انا بكون عضو معاهم
حلو. لان انا عضو في النادي الدولي النادي العلمي القطري، عضو في النادي الروسي الدولي للابتكارات، عضو في جمعيه عالميه للاختراعات الملكيه الفكريه، والحمد لله الحين دخلت في الفدراليه الجديده كعضو غير النادي. طبعا غير ان انا حكم دولي ومقيم دولي للاختراعات، وان شاء الله بروح امريكا الحين، وان شاء الله بنودي بعد معانا شباب ان شاء الله يحضرون من قطر العام، ودينا 15 سنه ان شاء الله نودي ان شاء الله اكثر على حسب، لان في شهر 5 ان شاء الله التصفيه النهائيه. حلو. من 2 ل 5 شهر 5، فان شاء الله نتمنى. زائد ان انا يعني انا مؤلف لي كذا كتيب موجوده في الموقع. فهذه الجائزه الجائزه اعطوني اياها تقديرا للاختراع، للاختراع لا للاختراع نفسه، هاي الاختراع هذا الاختراع نفسه. لان هاي هذيك الجائزه الثانيه او الميداليه الثانيه هذيك بعد من الفدراليه الفرنسيه، وهذه من معرض جنيف. هذا معرض جنيف، وهذا من منظمه تايلانديه مشاركين كانوا في المعرض، المؤسسه او منظمه. طبعا هاي من عند واحد من الشباب من عندنا من الامارات، هذا يشارك دائما في امريكا وفي كل مكان يشارك. بس انا حبيت اضيف، انا اقول هالنوع من المعارض تشارك فيه كثير من المنظمات، وكل منظمه علميه تهتم في العلوم هاي لها تخصص جائزه خاصه لها، وان شاء الله احنا يعني النادي بنتقدم السنه الجايه بيكون بعد جائزه خاصه مقدمه للنادي العلمي لبعض الاجهزه اللي موجوده هنا ان شاء الله. اخوي راشد، بما انك ذكرت النادي العلمي، ينضم لهذا النادي العديد من المخترعين، من الشباب اللي عندهم العديد من الاختراعات. نتكلم عن طبيعة المخترعين الموجودين في النادي. طبعا احنا عندنا يعني عدد كبير من المبتكرين، سواء الشباب او هاي، كنا احنا مفروض نشارك بعدد تقريبا يعني اقل شيء كنا 10 مفروض نشارك في هذا، بس للاسف ان يعني اغلبهم اعتذروا ان يشاركون في هذا المعرض. النادي قدم للمبتكرين، طبعا انا اقول اي واحد يبي يصير مبتكر، والابتكار شغله بسيطه جدا، بس المهم اهم شيء ان الواحد يعيش البيئه، بيئه الابتكار اللي هي مثلا النادي العلمي، او يعني اذا كان مبتكر في مب في العلوم مثلا في الرسم هاي يروح يعيش في البيئه الثانيه. فانا اقول النادي هي البيئه الصحيحه لاي واحد يبي يبتكر، لان يعني شلون الانسان يبتكر انه يحصل حد يعني يحتوي يوصل له، يحتاج معلومة يقدر يعني يقدر يلقاها في بيئة النادي العلمي. دكتور عدنان، يعني ما شاء الله انت عضو في عديد من المنظمات الدولية والمحلية ايضا والخليجية، وهذا شيء نفخر فيه صراحة، ولكن انا ابغي منك ايضا رسالة الى كل ولي امر الان يتابعنا. كيف ممكن مثل ما ذكر اخوي راشد، كيف يحتوي ابنه ويشجعه ويكون الأسرة دور في تنمية هذه المواهب الشابة القادمة بإذن الله تعالى؟ والله بداية يعني دائما كنت أقول، أنا حتى في المحاضرات اللي أنا أسويها، أنا أسوي محاضرات للمدارس في قطر هني الحمد لله، يعني عديد من المدارس، دائما أقول لهم إحنا يعني أول آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام أقرأ، إحنا أمة تقرأ، المفروض نقرأ. طبعا أنا ألفت الكتاب هذا من كثر ما يعني ما شاركت في المعارض الدولية والمحاضرات، فلقيت الشباب عندنا ما شاء الله عندهم القدرة وعندهم العقل والقوة أنه يعني يقدرون يبدعون. يعني النقطة الأولى تحفيز عيالنا على القراءة. طبعا طيب تحفيز عيالنا على القراءة، زائد أن ندعمهم للابتكارات. يعني أنا لازم نشجع الشباب، لأن يعني أنا أذكر مرة كنت أتكلم مع واحد من الشباب من غير ذكر أسماء، فأقول حق ولده، أتكلم مع ولده كنا في الصف الخامس، فأقول له كان جدي الله يرحمه كان يقول لنا دائما نشوف ثلاث أشياء، الدين والعلم والمراجل. فبعد كم يوم لقيته اقول له وين مخترعنا الصغير؟ قال تعرف ان هاي قاعد يعلم اخوه الاصغر منه؟ حلو. يعني فشيء زين، فاحنا لازم نهتم بعيالنا، لازم نعلمهم، لازم نشجعهم. اتمنى ان من كل يعني اولياء الامور ان يحاولون يودون عيالهم يحاضرون يشاركون. انا العام وديت 9 طلاب معاي، طلاب من المدارس وديتهم تايوان، ودينا 15 واحد لامريكا. الشباب اللي راحوا معاي من تايوان من ضمنهم واحد صغير كان يعني دائما اذكر قصته، هذا كان سوى لي تليفون قال لي الشباب في عطله الربيع، قلت له ايوه، واقول له باختصار قال الناس الشباب اليهال بيون يدورون فقع بتوديني انت، واحنا راجعين من الطياره قاعد في جنبه قال لي انا بروح معاك القمر. شوف شلون تغير 180 درجه من نظرته اليوم شاف النجاح. النجاح شيء يعني لا يوصف، انا صعب اني اوصف النجاح. يعطيك العافية دكتور عدنان رمزان النعيمي على حضورك ويانا، وأيضا على إطلاعنا على اختراعك، ونتمنى لك مزيد من التقدم. أيضا أستاذ راشد الإبراهيم، شكرا لك على حضورك ويانا، ونتمنى لكم كل التوفيق واختراعات قادمة بالتأكيد إن شاء الله نلقي الضوء عليها في فيض أحد. أذكر الموقع حق الشباب، أتمنى الشباب يقرونه، www
ثلاث مرات www.agri.green اللي هو الجرين الاخضر قطر.com. يعني الموقع سهل، اي واحد يقدر يدش يقرا الكتاب، موجود الموقع والكتاب في الموقع، واتمنى ان كل واحد يقرا. يعطيكم العافيه ونفخر.